من قبلها ابتدت الزلال وفي مستودعها سيوصف الورق من قبلها ابتدت الزلال وفي مستودعها سيوصف الورق ثم عبدت البلاد لا بشر أنت ولا مبقة ولا علق مطهرا تركب السفينة وكان أرجم نصر ما له الغرق ورست نار الكليل مبتتما تجول فيه فلست تعترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من عندك أليا تتهنقك وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وطاد بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء والدين نور وسول الرشاد نفترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادي أن تعظمها صنع من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد آمين يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لن توتى له أغلاق أيروم مخلوق ثناك بعدما أفنى على أخلاق خلق الله اللهم صل على سيدنا محمد مصباح الدجى المتوحد فمن كان او من ذا يكون كعمد نظاما لحق او نكالا لملحد اقر عليه بالنبوه خاتم من الله برهان يلو ويشهد وضم الاله اسم النبي لاسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فضل عرش محمود واذا محمد تهدي به الناقة اللجماء متجرا بالبرج كالبدر جلى ليلة الظلام متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلو مثل مصباح الدجى المتوكد فمن كان او من ذا يكون كعمد نظاما لحق او نكالا لملحد اقر عليه بالنبوة كاتم من الله برهان يلو ويشهد وطم الاله اسم النبي لاسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فضل العرش معمود وهذا محمد تهدي به الناقه الادماء متجرا بالبرج كالبدر جلى ليله الظلم وفي اطافيا واصناع بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يصطبع به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يستسقى القوام بوجهه سمال اليتامى إسمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفاضل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دامت دعت النصارى في نبيهم وكن بما شئت متن في واتكم واصر الى ذاته ما شئت من شرف واصر الى قدره ما شئت من عظم فان قبل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفم لو ناسب القدر وآياته عظما آي اسمه هنا يقادر سرمني لم ينتهنا بما تاي العقول به ارسم علينا فلن نرك ولن نهم آي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبود فيه غير مفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أممي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالعلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساقت ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جبريل عبر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر
محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتيته لبديء الإيجاد براءة الاستهلال ومن كاتميته براءة المكتم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وإراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين عيان قلبك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتوقع ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها أنا وأم والدينا وأم أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين لسادة مئزهم أقدامهم فوق الجبال إلا ما قومهم فلي بحبه ثم جاء فبجاههم وبإزهم أيوا لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تنعت ربي بنهجي شفي بالمنطق البديع أرضي بها محملي تنعت ربي شهر النبي آمدي شهر ربيع الأول يا ربي بملاد شبيب بمنطق البديع أبقي يا محملي أرقص بالربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع بكل خاض مضلي يا ربي شهر الفرح شهر ذهب ترحي وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل تهيات ربي بملاد شفي بمنطق البديع أبقي بها مؤملي شهر الفلاح والسرور شهر به ساد الدهور موشه بين شهور متوج مكللي تهيات ربي شهر الفاتح إغلاق كون الفاتح منفوس بالفاتح وهذا كاتم الملل يا ربي بمئات شفي بمنطق البديع يا محمد ألم بشهر الفاتح شهر نبي القاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول شهر الظاهر بكل وصف أكمل يا ربي بلاد الشبيب بمنطق البديع أبقي بها محملي ألم بشهر الهادي لمن أجر شادي وقائد وهادي إلى الطريق الأمثل يا ربي بلاد الشبيب بمنطق لأحمر وأسود ما نادى سوق سودتي يوم اعتذار الرسل تنعت ربي بملاد شفي بمنطق البديع أبقي بها مؤملي وقد كفى كلها أضاها وكلها بقوله أنا لها عند الجدار الوجلي
الهدى جوابه في الهدى من ربه سلطوبا واشفى لدينا تقبلي يا ربي شار المصطفى صوت كل مصطفى وخير عبد أسفى من ملك أو مرسلين يا ربي بمعد شفي بمعدك الغدير عبد يا مملي وشار خير الخلقي شار جميل الخلق شار عظيم الخلق في المكمل المنزل يا ربي الحسنى فقط عليه جبريل وابواب بكل نور متلي يا ربي بمعز شفي بمدك البديع يا حبيب يا محمد على بليل اثني عشر فيه ويومه الاقر ودي بذلك سهر ونوره وجه الجليل يا به كربه البصر إلى مقامه العلي يا ربي بمعد شفي بمدك البديع يا محمد وما رأته من أجل آلنة إن نصر صبابة ثم ترى بسجدة المبتهلين يا بسنم المجدل يا ربي بمعز شفي بمدك البديع يا حبيب يا محمد وقعدت البحار وجفت الانهار من اجله والنار قد طبع من كجلي في نكدي لرميها بالرصد وأذلها مقدي من أجل خير الرسل يا ربي ببعت شفي بمدك المدي يا محمد ورنت الشيطان جرى عظيم الشام من أوضه البرهان لأذم ما به ابتلي يا ربي بأفضل الرجال بأفضل الليالي بالبلد المفضل يا ربي ببلاد شفي بمدك البديع يا محمد ألم بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل في المولود في محل فعلي كما أراد إلهه في العزل يا ربي بمعد شفي بمدك البديع يا محمد ألم بيوم سمي محمدا خير اسمي رمز لمن الاسم من جده لينجلي كان
المبتلين سر الكون مقدمي ومبجلي يا ربي بمئات شبيب بمدك المدير يا مملي أكرم بشار العجمي إبريل شار الكرمي أكرم بأرض الحرمي مولد خير مرسلين يا ربي بمئات شبيب بمدك أكرم بيوم سارة عشرين واستنارة لمن هو الفقارة وكبرة من منزلي يعني عزور بي بمئات شبيب بمدك المدير يعني بها أكرم بشار النيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكملي يعني عزور بي أتمت الليالي في إدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل يعني أتور بي بمئات شبيب بمدك البديع أبكي بها مهملي كان أتور بي بمئات شفيعي في المدك البديع أبكي بها مهملي بالحسنى والجمال في الحسنى لدى المقر العسنى مع الرفيق الأفضل يعني أتورني بمئات شبيب بمدك البديع يعني بها مهملي وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نبتشي قويا بجاه عودك العلي يعني أتورني صلى وسلم الإله علي أفضل الصلاة ما دام كونه إلى من أبد لأزلي يعني أزورني بمئات شبيب بمدك البديع أبكي بها مهملي وآله وسابه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل يعني أزورني اغفر لنازمها واسمع لقارئها وللذي حضرها وامهم بك في اللطف وفيهم نوائب الدار ما فاته الكدرا اجب دعاهم وعجل بالذي طلبوا بجاه احمد ما سابه الكيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح Shut up.
سم العدا منه الشفا منه الردى فصم طورا وشفا وهو الحبيب المجتبى وهو الذي من قد حبا قل رب أولاه الحبا أكرم به ما أشرفا وهو الحبيب والخليل وهو المهذب الجميل وفكرنا فكر جليل هنا وهنا قد كفى له الوسيلة تنال ويا لغير تبتهال إذ كان سيد الرجال وسفي المصطفى والولي المصطفى يوزيك غربا وسفا فهو الدليل المرتفى فك البرايا شرفا يا ربنا صلي على من فاق رسلا وعلى من قد أجاب ببلاء يوم لست مغتفى سلفا والنبي المصطفى يوزيك قربا وسفا فهو الجليل المقتفى فك البرايا شرفا لمولد قد أخمدا له نيار أوكدا جار مياه فجرا والقصر يرمي أسقفا وقر كل صانم لمولد المقدم أعظم به من معلم للمرتضى من قنفا وطاقبات الأنجم ترمي لكل مجرم لسون سر الأكرم أن كاهن كاد أطرفا ونوره قد نور أفق البلاد أوسرا بالهين قصر قيصر من أجله منكشفا بمولد الهادي البشير سوك الصغير والكبير رمى لصاحب النكير أو حاسد قد جانفا به أرجي ملكي رقاب أولي شركي من دون صوت الإبكي ولا بمكر يقتفى به أرجي كوني قطبا لهذا القرن سلطان علي الفني أقوم لازا سالفا بل والنبي المصطفى يوزيك قربا وسفا فهو الدليل مولده فقد جفا والنبي المصطفى يوزيك قربا وسفا فهو الدليل المقتفى فك البرايا شرفا ومن يعظمه ينال كرامة ولا يبال إن كان جاهل وزل فإنه قد حانفا وكل من قد حضر كأنه قد صبرا بيوم بدر ويرى قاد له الملك صفا كظل في قد أنفق مالا وجاء مشفقا بأنه كمن بقى يوم هنين وكفى ومن قرى مولده على قبو عنده ينال منه زيده أكرم بهذا المصطفى وإن قرأته على ما إن يكون مسجلا نرى لمن قد حصل حشر تجن منظفا من النبي المصطفى يوزيك قربا وسفا فهو الجليل المقتفى فك البرايا شرفا يا ربنا صلي على رب البراك المبتلى على السماوات الأولى فهذا صوتا منصفا من النبي المصطفى يوزيك قربا وسفا فهو الدليل المقتفى فك البرايا شرفا سلي على من قمروا شق له وحجروا حياه ثم المجر تصبيحه كالشنفا فهو الدليل المقتفى فك البرايا شرفا
يشرك به وأوزع أركان بيت أشرفا من النبي المصطفى يوزك قربا وصفا وودليل المرتفى فقلب رايا شرفا قلبات كل الخلق في خلق وخلق أقول ذاب الحاك فهوه برا مصطفى كان فخما ومهير ووجهه بدر حفير ووسط ذاك للحبيب أكرم به ما أشرفا لا بالطويل المفرط ولا القصير الشاطبي بل كان ذات وصبي في القدر ندبا مكتفى ولم يكن موكل ثمامه